وللحديث حول اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم ينضم إلينا علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني عبر الهاتف من طرابلس. مرحبا بك معنا سيد علي. يعني لماذا اغتيل لقمان ومن يقف وراء الاغتيال برأيك؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة أنا شخصيا لم يفاجئني خبر اغتيال الباحث السياسي والاستراتيجي لقمان سليم. هو اغتيال متوقع جدا، إذ أن لقمان سليم هو يعتبر من أكثر الألسنة التي عملت على تشريح مشروع إيران في المنطقة، وأيضا على تشريح وجود حزب الله وخدمته حصريا للأجندة الإيرانية. كما أن لقمان سليم الباحث والمفكر والأديب والذي يمتلك دار نشر وحالة موسوعية، هو ابن عائلة سياسية شيعية مرموقة، فوالده كان نائبا في البرلمان. هو أكثر من نظر لوجاهة اغتيال ومقتل قاسم سليماني التي نفذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 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 مطار بغداد، وبالتالي عطى نوع، إذا أردنا القول، أعطى نوع من المشروعية لاغتيال سليماني. وتقريبا هو يقول بأن لا إمكانية للدول التي تعبث فيها السلطات الموازية مثل الحشد الشعبي وحزب الله في لبنان من أن تنهض من جديد في ظل وجود هذه الميليشيات المقودة للدولة. في هذا السياق هو أيضا لقمان سليم كان يعرف بأنه مدرج على رأس قائمة الاغتيال، ويعرف بأن وقد حمل دمه مسبقا للثنائي الشيعي بشخص حسن نصر الله ونبيه بري، عندما تم الاعتداء على خيمة الاعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت حيث كان له محاضرة. يومها أصدر بيان وحملهم مسؤولية دمه. إذن هو اغتيل بسبب دوره النقدي الرافض لسلوكهم وممارستهم، سيما وأنه مع طيف واسع وكبير من الشعب اللبناني يحملون حزب الله تحديدا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ومسؤولية تقويض الدولة وتحويلها إلى منصة خدمة للأجندات الإيرانية. وبهذا المعنى فقد كان لقمان سليم صوتا عاليا ومرتفعا ضد الهيمنة الإيرانية على الواقع اللبناني وأيضا على الواقع العربي، وخصوصا في سوريا والعراق. وبهذا المعنى فإنه كان يعتبر نفسه هدفا مشروعا للاغتيال من قبل حزب الله، ولهذا هو حملهم مسبقا مسؤولية اغتياله. نعم، يعني سيد علي، هذه الاغتيالات وكما تحدث الاغتيالات على يد ميليشيات تابعة لإيران في العراق، هل يظن من يتبع إيران في المنطقة بأن هذه الاغتيالات قادرة على إسكات صوت الشعوب المناوية للنفوذ الإيراني والتواجد الإيراني في المنطقة؟ سيدي، الكلمة ستنتصر. من يطلق الرصاص على رؤوس الكلمات هو الجبان. الكلمة ستنتصر على 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 آلة القتل بدون أدنى شك. هم لا يملكون إلا آلة القتل، برهنوا ذلك في العراق وبرهنوا هذا في لبنان. لا ننسى بأن جنوب لبنان المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية لاغتيالات مشابهة لاغتيال لقمان سليم وبكواتم الصوت أيضا، ويومها لم يكن هناك من استشراف بأن الهدف كان احتكار حزب الله للمقاومة ضد إسرائيل. هو لا يقبل ولم يسمح بأن يكون له شريكا في مقاومة إسرائيل التي يدعيها، فما بالك يقبل تنوعا داخل البيئة الشيعية التي يعمل حزب الله على تجييرها لمصلحة الولي الفقيه ولمصلحة إيران. ولهذا هو يعني برأي لقمان سليم وبرأي شقيقة لقمان سليم وبرأي شرائح شيعية، ولا أريد أن أقول لبنانية أو عراقية واسعة، برأي شرائح شيعية، هو لا يملك غير كاتم الصوت. ولهذا سبق لهم أن أرسلوا له إلى بيته رسالة في مغلف
تقول المجد لكاتم الصوت، وقد هو عمل لقمان سليم على نشر هذه الرسالة وتوزيعها أيضا. نعم سيد علي، يعني على 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 إطار الحديث الوضع الداخلي في لبنان بعد هذا الاغتيال، كيف ترى أن الأحداث سوف تكون بعد اغتيال لقمان؟ الحقيقة اغتيال لقمان سليم، دعني أقول أمرا مهما، أنه أتى في لحظة استراتيجية حساسة. الإيرانيون وأدواتهم وأزرعهم في المنطقة تنفسوا الصعداء بعد رحيل ترامب، وهم الآن في حالة غزل لزواج جديد مع الديمقراطيون في الولايات المتحدة، الأمر الذي استشعروا من خلاله بأن بإمكانهم استئناف مشروعهم في الهيمنة والسيطرة. وبذلك بدون شك سيكون لهذا الاغتيال تداعيات مهمة، سيما وأن هذا الاغتيال هو اغتيال مزدوج، له أهداف مزدوجة. الهدف الأول هو شطب لقمان سليمي بشخصه، الهدف الثاني هو توجيه رسائل عبر هذا الاغتيال لمن هم على شاكلة لقمان سليم بأننا سوف نقتلكم في بيوتكم. وهذا الأمر أنا أعتقد بأن أنصار الكلمة والرأي الحر وأصوات وأصحاب الحناجر سوف يجهرون بصوتهم رفضا لآلة القتل الجديدة هذه التي ستستأنفها إيران في المنطقة. وفي هذا السياق يمكن القول بأن اغتيال قاسم سليم هو يعتبر بمثابة الثأر الأول لاغتيال قاسم سليماني. نعم الكاتب علي والصحفي اللبناني علي شندب كان معنا من طرابلس اللبنانية، شكرا جزيلا لك.